كي يعدي قانون الماليه ويمضيه فخامه رئيس الجمهوريه ونعمل دراسه نشوف اذا كان فيه يعني اون انسيدونس. في الوقت هذاك نتحاور مع النقابات تاع النقل هذاك الواحد ونشوف، بصح نديروها في طريقه منظمه. تكلمت على التليفيريك على المصعد الهوائي اللي في الشريعه، وين قلت بانه الجوار يعني سكان المنطقه عندهم تسعيره والسياح عندهم تسعيره ثانيه. ما تكلمناش على المترو، المترو تسعيره واحده.